مرحبا بكم مع مهندس جورجي مو. في الدرس اليوم سوف أعلمكم كيفية التحكم بالارتفاع والعرض العناصر الـ HTML من خلال الـ CSS بسهولة. طبعا قمت بربط الملف الـ CSS مسبقا بالملف الـ HTML. إذا ما زلت لا تعرف كل هذه الأشياء يمكنك بدء الكورس من البداية، سوف تجد رابط الكورس بالوصف للفيديو. طريقة التحكم بالارتفاع والعرض العناصر سهلة جدا جدا. بالبداية يجب أن نحدد العنصر الذي نريد أن نقوم بتحديد العرض والارتفاع خاص بها. بما انه حاليا ما عندي اي شيء يجب ان اقوم بكتابة اي عنصر للتجربة عليها، على سبيل المثال عنصر H1 على سبيل المثال، هنا اقوم بكتابة اي شيء ضمن العنصر H1 على سبيل المثال كودر شير. هنا يجب ان اعطي الاي دي لكي يتمكن من تحديد هذا العنصر اي دي، وأعطي الاسم للاي دي على سبيل المثال H1 اي دي على سبيل المثال. يمكنك تحديد الاسم الاي دي بنفسك بلغة أجنبية. سوف أقوم بتحديد عنصر ال H1 عبر الاي دي مثل ما علمتم دروس سابقة. تقوم بكتابة الهاشتاج ثم الاسم الاي دي العنصر الذي نريد أن نتحكم بها. هذا هو الاسم الاي دي الذي قمنا بإعطائه، وهنا نقوم بإعطاء الارتفاع والعرض. طبعا قبل ما نعطي الارتفاع والعرض طبعا نسوي باك جراوند كولر اي لون تريدها. بس نشوف قم بالحبس. طبعا قم بالحبس بالكيبورد، يجب ان تقوم بحبسها. نقوم بفتح الملف الذي قمنا بإنشائه ملف HTML، سوف يظهر لنا بهذا الشكل. تم تحديد العرض والارتفاع تلقائيا ستاندر بشكل افتراضي. طبعا لتحديد العرض نقوم بكتابة الويتس هذه النقطة، وهنا العرض حجمها على سبيل المثال بدنا يكون 50% بالنسبة المئوية أو بالبيكس. راح أحددها على سبيل المثال بالبيكس. سوف أقوم بالحبس. كما تشاهد أصبح 400 بيكس. كما تشاهد النسبة المئوية إذا حددتها 90% قم بالحبس. مثل ما شايف دائما راح يكون 90% من حجم العرض للصفحة. والارتفاع نقدر نتحكم فيه بهذا الشكل. نقوم بكتابة هايت ومن ثم نعطي القيمة للارتفاع على سبيل المثال 200 بيكس. نقوم بالحبس ثم تجربة. كما تشاهد بهذا الشكل يمكننا تحكم بالارتفاع والعرض العناصر. لكي يصلك الموقع جديد من شروحات جديدة لأفضل كورسات لغة البرمجة والتصميم المواقع، يمكنك الاشتراك بقناتنا مجانا وتشغيل زر الجرس. بهذا الشكل يصلك اشعارات بكل جديد منا. أراكم في الدرس القادم.